اوكي اذا بتتذكر المره الماضيه بدينا بالتايبس اوف الكتروماجنتيك روتري اكتويترز. لاحظوا كلمه الكتروماجنتيك راح احكي بعدين عليها لانه في انواع ثانيه، في عندنا بيزو الكتريك وماجنتو ريستريكتيف، وفي نيوماتيك وهيدروليك، وفي غير الروتري في ترانسليشنال. اذا حكينا المره الماضيه بتتذكروا حكينا عن الدي سي موتورز، وقسمنا الدي سي موتورز لنوعين، بيرمننت ماجنت والكترو ماجنت. الكترو ماجنتس يعني الفيلد هم من الكترو ماجنتس، حتى قسمناهم بالاول برشت وبرشلس مظبوط. لاحظوا البرشلس بيستخدم هول افكت سنسر، هول افكت سنسر. فالدي سي البرشلس بيستخدم هول افكت سنسر عشان يعرف البوزيشن تبع الشافت. وعندي هون النوع الثاني برش، وبعدين عندنا كمان بقدر اقسم الدي سي موتورز لبيرمننت ماجنت والكترو ماجنت. وبعدين الالكترو ماجنت قسمناه ل سيريز شنط كومباوند وسيبريتلي اكسايتد، اللي هو اكثر نوع شائع اللي هو سيبريتلي اكسايتد. واللي صاير هلا شائع اكثر طبعا البيرمننت ماجنت. البيرمننت ماجنت صار شائع جدا. البرشلس موتور عاده بيمشي على فيري هاي سبيد، في الكواد كوبتر. في ايش؟ الكواد كوبتر. في الكواد كوبتر تمام مضبوط. وحتى كمان مثلا في الجهاز اللي بحفر الاسنان تبع عند طبيب الاسنان مثلا بيمشي على سرعات عاليه جدا، بيستخدموا فيه برشلس دي سي موتور. دكتور مش ستيبر ممكن نعتبره دي سي برشلس؟ ممكن. نعم بس عند الاسنان بيكون نيوماتيك موتور. نيوماتيك مش الكتريك؟ اوكي. انا شفت مره ابلكيشن احد كانوا حاطين انه الكتريك، بس ممكن يكون اللي شائع اكثر نيوماتيك. صحيح مضبوط صحيح. اوكي طيب اذا بدنا نكمل اليوم نحكي عن الاي سي موتورز، وحكينا المره الماضيه عن الاي سي موتورز قسمناها لاندكشن هي باي ديفينيشن اندكشن هي اسينكرونس، واللي هي تقسم الى سكويرل كيج اندكشن موتور وواوند روتر اندكشن موتور. هذول الشغلات خلصنا وقفنا عند هون المره الماضيه. اليوم رح نحكي شوي عن السينكرونس موتورز. السينكرونس موتورز استعمالها الصحيح كان قليل، كان يستخدم بس في تطبيقات خاصه في المصانع، لحد ما صار عندي بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور. اذا عندي هون النوع الجديد اللي شائع كثير صار الان هو بي ام اس ام بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور، لانه هذا كان بنسميه الكتروماجنت. النوع اللي شائع بالاصل كان الكتروماجنت اللي كان موجود زمان، لكن الان بوجود البيرمننت ماجنت سينكرونس موتور صار عندنا هذا السينكرونس موتور شائع جدا. الفكره الاساسيه للستيتر تبع السينكرونس موتور هو نفس الستيتر تبع مين؟ الاندكشن موتور. اذا سيم ستيتر. دكتور هذا بثري فيز صح؟ بالسنجل فيز؟ ثري فيز نعم. اذا سيم ستيتر اوف يعني اندكشن موتور از ذا سيم ستيتر از ذا سينكرونس موتور. لكن في داخل السينكرونس موتور في حين هون عندي سكويرل كيج، طبعا هون ماده معدنيه فيروماجنتيك او كوندكتنج ماتيريال بتكون في داخل الاندكشن موتور، في داخل السينكرونس موتور لازم يكون عندي الكترو ماجنت او بيرمننت ماجنت. ولو طلعنا على الكترو ماجنت راح يكون في عندي كويل ملفوف على الروتر في داخل الستيتر. طبعا هذا راح يلف حول النقطة هاي، طبعا الستيتر راح يكون في عدد من الكويلز. هلا عندي مشكلة طبعا هون، هذا روتيتنج، الروتر هذا عماله بلف وانا بدي اخذ منه تو كونكشنز، كيف لازم يكون؟ ايش لازم اعمل؟ لازم اعمل سليب رينجز حتى اقدر اخذ هدول التو كونكشنز اللي موجودات هون. ايش الهدف من الروتر في السينكرونس موتور؟ ايش لازم احوله؟ الكترو ماجنت. بده يصير ماجنت، اوكي؟
فبيصير مثلا عندي هون نورث وساوث. ففرضا لو ما مررت الكرنت لازم مر الكرنت بهذا الاتجاه مضبوط حتى يصير، فعندي الكرنت هون راح مرره بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه راح نحط هون عليه دي سي. اذا الالكتروماجنت سينكرونس موتور راح يكون عندي في الكتروماجنت، والالكتروماجنت له 1 بول هون هي نورث وساوث، عملته نورث وساوث عن طريق اني مررت كرنت. فهلا احيانا بنحط باتري او بطاريه مثلا او اكسايتيشن سورس بكون مثبت عليه حتى اتخلص من مشكله السليب رينجز. فصار عندي هون اكسايتيشن وصار بامكاننا الان نعمل رانينج لهذا المحرك. احد المشاكل نعم تفضل. تقريبا بس السليب رينج الفكره فيها ما بعمل تغيير لاتجاه الكرنت، السليب رينج بس بعمل كونكشن. يعني فكره السليب رينج اذا عندي شافت عماله بلوف وبدي اخذ منه كونكشن بس، انسى الكوميتيترز، بدي اخذ منه بس كونكشن، فعندي هون على اطاره هذا كله بعمل اسواره، هي اسمها العلمي مش اسواره بس انا حتى اقربها للذهن، هون عندي شيء زي رينج، راح يكون في شيء زي رينج، والرينج هذا راح يكون مش معلوم طبعا مكشوف وموصول بشيء كهربائيا على هذا الشافت. هاي فكره كفكره عامه، حتى اخذ منه كونكشن راح اضغط عليه من هون بقطع، هذا ستيشنري وهذا روتيتنج، وهو هذا بلف طول الوقت، في عندي الكتريكال كونكشن رغم انه هو ميكانيكيا الاثنين عم بيتحرك بالنسبه لبعض. هاي الفكره الاساسيه للسليب رينج، ولذلك بيكون الشافت اللي بدي اخذ منه مركب عليه هون هاي الحلقه، زي حلقه مركب عليه هون كوندكتنج طبعا ماتيريال وغير معزوله، ومنها راح اخذ من هذا هون، هذا ستيشنري الفحم تمام اللي هي زي البرش. هاي فكرة البرش نفس فكرة البرش اللي هون، بس هذا بنسميه سليب رينج، سليب يعني من الانزلاق مش كوميتيترز. ايش كان الهدف من الكوميتيترز في الدي سي موتور؟ الكوميتيشن يعني اني اعكس اتجاه التيار حسب الوقت المطلوب. فالكوميت هذه اللي هي موجودة في البرش دي سي موتور، هون كان عندي كوميتيتر وعندي برش. الكوميتيتر والبرش هدفهم اني انقل الحركة من شيء دوراني لشيء كونستانت، وكمان بالكوميتيتر سيجمنتس عمالي بعكس اتجاه التيار حسب المطلوب في الفتره في الوقت المطلوب، لكن هون انا ما بعكس اي اتجاه تيار. السليب رينجز انا بس بدي في عندي الكتريكال كوركشن ما بين تو موفينج بارتس، في ريلاتيف موشن ما بين الاثنين، حتى هاي الريلاتيف موشن اتخطاها وانقل الاشاره الكهربائيه او يمر التيار من هاي النقطه لهاي النقطه حتى السليب رينج. اذا هذا هون اسمه سليب رينج. وموجود السليب رينج كمان وين؟ موجود في وان روتر اندكشن موتور كمان. اذا عندي هون بدي اطلع كونكشنز من الروتر حتى اعمل في عندي 3، اذا كانوا 3 فيز راح يكون عندي 3 كونكشنز حتى اعمل كونكشن مع الروتر. اوكي دكتور، طب الاحتكاك ما بيعمل مشاكل؟ طبعا طبعا، هاي المشاكل كل الاشياء، ولذلك احنا بنحاول نتجنبها. مثلا ممكن اتجنبها هون يعني اني مثلا احط هون سيلف اكسايتيشن، احط عليها مثلا نفسها هي بطاريه، البطاريه تخلص بتضل مثبته نفسها وبتلف معها مثلا فرضا، او اني اعمل انديوسنج لفولتج واعمل له ريكتيفيكيشن في داخل. اوكي بس بصير اعمل هيك، بس بنحاول نتجنبها. اصلا هذه مشكله، سليب رينجز هون مشكله، البرشز هون الكوميتيتر سيجمنتس مشكله، ولذلك الاندكشن موتور مور بوبيلر ذان ذا دي سي موتور. اوكي لذلك مين ميزه السكويرل كيج اندكشن موتور ايش؟ ما فيش فيه اي، ما فيش فيه سليب رينجز ولا فيه برشز ولا فيه اوكي بعدين مباشر. وميزه البرشلس كمان نفس الشيء هون، انه تخلص من هاي، لانه هاي مشكلتها ايش مشاكل انه يكون عندي سليب رينج او كوميتيتر سيجمنت؟ بصير عندي وير، اول شيء هاي من المشاكل، بصير عندي وير راح تنهري هاي بعد فتره وبدها صيانه. والمشكله الرئيسيه الثانيه بصير في عندي سباركينج، وهاي سباركينج ممكن تسبب مشكله في اجواء معينه مثلا، بس المشكله الرئيسيه هي الوير، بصير في عندي وير واحتراق، وهاي الكونكشن بدها صيانه، بدها حد يتابعها يتاكد انها، يبدل البرشز يتاكد انه هدول عم بيكونكشن، اذا بقدر اتجنبها بكون احسن. اذا فكره السينكرونس موتور نحن بنعمل السينكرونس موتور اللي فيه الكتروماجنت، بنعمل كونكشن من بنعمل الكتروماجنت، الالكتروماجنت ممرر فيه دي سي، فهذا دائما بولارايز وراح هون يلف عندي، راح يصير في عندي من ستيتر في عندي روتيتنج ماجنتيك فلكس مضبوط زي الاندكشن موتور. اذا حطيت 3 فيز الان على ستيتر ايش راح يعمل لي هون في الداخل؟ روتيتنج ماجنتيك. والمثال هذا بيشبه الى حد كبير لو ان عندي انا تو ماجنتس، لو جبت انا ماجنت وكمان ماجنتين بنفس الطول، حطينا تو ماجنتس هذول على اكسس بحيث انه هذا الماجنت بيقدر يلف على هذا الاكسس فريلي، وجبت ماجنت ثاني والماجنت الثاني انا حطيته على اكسس بيشبه الاكسس الاولاني، وخلينا افترض انه هذا نورث وهذا نورث،
وهذا ساوث هذا نورث هيك اوكي تعمل تشيسنج لو بديت هذا الفه بهذا الاتجاه شو راح يصير يعمل الثاني تشيسنج مش راح يمشي وراه واضح تطلع وين النورث هي نورث هي ساوث هي ساوث هي نورث اه لو هذا بدا يمشي بهذا الاتجاه مش النورث راح ينجذب للساوث والساوث راح ينجذب للنورث بس مين اللي ماشي بالاول مين اللي سابق الستيتور هات مزبوط بوين لاي جهاز بالمحرك اذا عندي افترض اللي فوق هو الستيتور فانا حطيت 3 فيز هون ال 3 فيز ايش راح يكون لي في داخل الستيتور سواء كان بالسينكرونس او بالاندكشن ماشين ايش راح يتكون عندي روتيتنج ماجنتيك فلكس كونستنت ماجنتيك روتيتنج ماجنتيك فلكس في اي اي سي ماشين سينكرونس او اندكشن راح يتكون عندي كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس الماجنتيك فلكس سكيلر ولا فيكتور فيكتور اوكي وله اتجاه معين وله ماجنتيود عماله بلف على اي سبيد عماله بلف سينكرونس سبيد هون هون عشان هيك ما فيش فرق بالثري فيز ماشين بالستيتر ما بين الاي سي اندكشن ماشين والاي سي سينكرونس ماشين في الحالتين عم بتكون عندي كونستنت ماجنتيود ماجنتيك فلكس عماله بلف على السينكرونس سبيد والسينكرونس سبيد بتعتمد على ايش على الفريكوانسي تبعت السبلاي وعلى عدد البولز فهذا بلف عماله بسرعه معينه ولو جيت حطيت بوصله في داخل هذا الستيتر بعد ما سحبت منه الروتر حطيتها راح اشوف البوصله بتلف على نفس السرعه الموجوده لكن اللي بصير في السينكرونس موتور هذا عماله بلف وهذا عماله بحاول يتبعه بس اذا بديت حطيت لود على الروتر اللي هو تحت الاخضر ايش راح يصير فيه راح يصير فيه زاويه مش اختلاف بالسرعه راح يصير في اختلاف بالزاويه كل ما حطيت لود هذول لسه عم بلفوا هذول هذا اختيرهم عم بلفوا على سينكرونس سبيد الاثنين بلفوا على سينكرونس سبيد بس ايش اللي بده يزيد بينهم الزاويه هاي اللي هي اللود انجل او التورك انجل عند مرحله معينه بوصل الماكسيمم تورك انجل ايش راح يصير بالسيستم ما راح يقدر يعطيني اكثر من هيك راح يعمل ستاند ستيل اه اوكي هذا بيختلف عن الفكره اللي هون شو كانت الفكره اللي هون الفكره اللي هون كان عندي انا روتيتنج ماجنتيك فلكس مين اللي بحاول يلحقه كوندكتنج ماتيريال سكويرل كيج كان يحاول يلحقه فالسرعه كان في اختلاف بالسرعه ما بين الروتر والستيتر مزبوط هون ديفرنس ان سبيد كل ما زدت اللود ايش بصير بالديفرنس ان سبيد هون كل ما زدت اللود ايش بصير بالديفرنس ان انجل ان بوزيشن بس السرعه نفسها ولذلك اسمه سينكرونس لذلك هاي الماشين اسمها سينكرونس ماشين وهاي الماشين اسمها اسينكرونس ماشين فهون ولذلك نفس الشيء انت لو جبت قطعه حديديه ماده حديديه اي ماده حديد قطعه حديديه وحطيناها هون طبعا فيش فيها نورث وساوث القطعه الحديديه مزبوط وبديت تلف هذا راح يلحقه بس مش شرط يلحقه بنفس السرعه ايش راح يصير في اختلاف بينهم سرعة. لازم يصير في اختلاف بالسرعه واذا ما كان في اختلاف بالسرعه ايش راح يصير بالتورك في حاله الاندكشن ماشين زيرو زيرو اذا مشينا على نفس السينكرونس سبيد قديش التورك البروديوست زيرو لازم يكون في فرق بالسرعه لكن هون اذا عندي الكتروماجنت او بيرمننت ماجنت وماجنت او ماجنتيك فلكس هذا عماله بلف على سرعه معينه وعماله مين بيحاول يلحقه كمان بيرمننت ماجنت تو بيرمننت ماجنتس ما بصيرش يتجاوزوا بعض فلما هذا يبدا يلف بيبدا هذا يلف معاه لكن في زاويه بينهم الزاويه بتعتمد على اللود ولذلك بنسميها اللود انجل او التورك انجل المثال احسن مثال هون بهاي الحاله لو انت وزميلك ماشيين بسيارتين هو ماشي امامك وانت ماشي وراه وماشيين بنفس السرعه بس في بينكم مسافه المسافه هاي مثلا 20 متر او 30 متر او خلينا نقول 100 متر لو انت هلا بطأت شوي طلب منك تبطئ شوي بطأت سرعتك شوي بحيث صارت مسافه بينكم 150 متر بعدين رديت رجعت سرعتك لاي سرعه لنفس السرعه الاصليه شو بتصير المسافه بينكم 150 متر بس ضليتوا ماشيين على نفس السرعه اضطريت انت تنزل السرعه لانه زاد عندك اللود هلا رديت مره ثانيه خف اللود ايش بتعمل بسرعتك بتزيدها شوي صغيره بحيث انه يصير المسافه بينكم 50 بس لما تصير المسافه 50 شو بترجع بترجع سرعتك نفس السرعه نفس السرعه فطول الوقت السيارتين هذول ماشيين هاي السياره اللي بالامام سيلف ريجوليشن وهاي السياره اللي بالخلف مثلا وهذول لاحقين بعض في بينهم زاويه بس سرعه هاي في 1 مساويه لسرعه في 1 هذا المثال بيشبه سينكرونس سبيد لكن مثال هون ايش عندي عندي سرعه اولى وسرعه ثانيه السرعه الاولى دائما ايش لازم تكون سرعه الفيلد اللي هي ايش هاي سينكرونس سبيد والسرعه الثانيه سرعه الروتر بتكون اقل منها فاذا السرعه هلا اذا السرعه بينك وبين اللي امامك بتختلف شو راح يصير بالمسافه راح تتغير راح تضلها تزيد المسافه باستمرار مزبوط ما بقدر اقول شيء عن المسافه لو سيارتين ماشيين بسرعتين مختلفتين ايش عم بيصير في المسافه بينهم
واللي امام سرعته اعلى من اللي خلف عم بتزيد المسافه باستمرار. اوكي السرعه اقل، لكن هون السرعه مساويه للسرعه، فالاختلاف هو بس بينهم في مسافه او ثيتا. بالحاله رح يكون في ثيتا، فالروتر رح يكون يعني اذا الفلكس عمال بلف مثلا، خلينا افترض عم بلف كلوك وايز بهذا الاتجاه، رح يكون وهذا هو الفلكس، رح الاقي متاخر عنه ب، هلا اسمي هذا البي ستيتر، رح يكون في عندي متاخر عنه مين؟ بي الروتر. عشان هيك بالسيرفو بالاي سي سيرفو بكون قاعد سنكرونس مش اندكشن، بجوز بتحكم بالثيتا اصلا. تمام اوكي، بتحكم بالهاي بالمسافه بينهم. تمام، معظمهم بيكونوا سنكرونس مش اندكشن. شفت امبارح كلهم سنكرونس. اوكي تمام اوكي كويس ماشي، واضحه هاي الفكره اللي هون. هلا لما طلعت السترونج بيرمننت ماجنت، ايش بدلت السنكرونس موتور الاصلي بايش صار عندي؟ بيرمننت ماجنت سنكرونس موتور، صار بطلت احتاج هون احط الكترو ماجنت، بطل احط ماجنت بيرمننت ماجنت. فبالبيرمننت ماجنت سينكرونس موتور بنلغي هاي الفكره كلها هون اللي موجوده هون، فكره الكويل ما عندي الكترو ماجنت، بصير بس اكسايتيشن، وعندما بصير في عندنا الاكسايتيشن جاي من بيرمننت ماجنت بتخلص من كل الكويل اللي موجود هون، ولذلك صارت شائعه جدا الان البي ام اس ام البيرمننت ماجنت سينكرونس موتورز، بقدر اجيب منهم تورك عالي وبقدر اعمله على سرعات منخفضه، فبنقدر ننزل السرعه احيانا ل 100 ار بي ام 150 ار بي ام، بنقدر نجيب التورك المطلوب من المودرن بيرمننت ماجنت سينكرونس موتورز. اوكي هذا بالنسبه للبيرمننت سايت ماجنت سينكرونس موتور.